السله في نادي الزمالك مر عليها اساطير ونجوم كتير حققوا القاب وبطولات وانجازات كتير في تاريخ النادي الملكي على مر التاريخ. واحد من الاساطير دول هو الكابتن الراحل محمود النمر اللي استحق انه يكون بطل قصتنا في ملوك الصالات. كابتن محمود النمر اللي اتولد في محافظه الشرقيه وعشق كره السله من صغره لحد ما حقق حلمه وانضم لنادي الزمالك سنه 1970، وظهرت موهبته اللي خطفت الاضواء وحصل على لقب افضل ناشئ في كره السله في مصر، وحقق بطولات كتير مع فرق الشباب والناشئين لحد ما تصعد للفريق الاول، وكان محظوظ باللعب فتره مع جيل الاساطير اللي كان بيضم الدكتور اسماعيل سليم وعادل عبد الفتاح وفوزي رضوان ونبيل محرم. بطل قصتنا النهارده كمل المشوار مع الجيل الثاني لكره السله الزملكاويه اللي سيطر واحتكر البطولات المحليه ووصل كمان للعالميه، وشارك في بطوله اوروبا سنه 1978، وحقق مع سله الزمالك بطولات كتير منها الدوري 4 مرات وكاس مصر كمان، ومع كتيبه النجوم اللي كانت بتضم طارق سليم وسيد ابو الذهب وعصام عبد الحميد وموسى عبد الله وحمدي سعودي ومرسي محمود ومصطفى صبحي. محمود النمر قضى سنين كتير من عمره داخل النادي الملكي لحد ما اعتزل، وبعدها سافر للامارات وخاض تجارب تدريبيه كتير مع انديه الوحده وبني ياس، وبعدها رجع مصر في اجازه قصيره، لكن تعب فجاه ورحل عن عالمنا بعد مشوار طويل في عشق النادي الملكي وحب كره السله. إنجازات وبطولات حققها كابتن محمود النمر بالتيشيرت الأبيض أبو خطين حمر مع فريق سلة الزمالك، كتب بيها اسمه بحروف من ذهب مع عمالقة كرة السلة الزملكاوية، وهيفضل واحد من أبطال ألعاب الصالات في قلعة البطولات.